اهلا بيكم يا باشمهندسين في جزء جديد من دروس الايكوليبريم. النهارده بناخد الايكوليبريم اوف ا بادي بليسد اون ا سموث انكلايند بلين. اخر مره لما كنا بندرس لامي وبندرس ترانجل اوف فورسز كنا بندرس الايكوليبريم بتاع البادي لما يبقى محطوط على هوريزونتال بلين. النهارده بقى بناخد نفس البادي دوت وبنحطه على انكلايند بلين. طبيعي جدا لما نحط الجسم على انكلايند بلين هيتزحلق. الحاجة الوحيدة اللي هي تحافظ على البادي دوت ان هو ما يتزحلقش ان انا أأثر بيه بقوة تالتة. ايه ده؟ هو في قوتين اصلا؟ طبعا لما تيجي تحط الجسم هيبقى ليه وزن والبلين نفسه هيبقى ليه رياكشن. تحت تأثير الوزن والرياكشن فقط الجسم ده هيتزحلق ويقع لتحت. علشان امنع زحلقة الجسم دوت ان هو يقع لازم يبقى فيه قوة ثالثة تمنع الجسم دوت من الانزلاق. عندنا ثلاث افكار ما بيخرجش منهم المسائل، هحكيهم لك بطريقة معينة وتعالى معايا شوف هنعمل ايه. اول فكرة من افكار الانكلايند بلين ان احنا هيبقى اصلا معانا هوريزونتال بلين بالشكل دوت، ودي الانكلايند بلين بتاعنا. هيروح يقول لك ان الانكلايند بلين ده بيميل بانجل سيت، ساعات هيقول ان هي برقم 30 60 45 وساعات هيسيبها لك على انها سيت. حضرتك اول ما تشوف المساله ديت تروح حاطط البادي بالمنظر دوت، وفي قوتين حضرتك مش محتاج تفكر فيهم. ايه هما؟ اول قوه هي قوه الويت، وزن الجسم دوت، وده بيأثر على طول perpendicular بفعل الجرافيتي او الجاذبيه الارضيه على الارض. الانكلايند بلين مش هيسيب البادي في حاله، لكن هيأثر عليه بايه؟ برياكشن بالمنظر دوت. طيب هيحصل حاجة من التلاتة، تعال احكي لك قصة. وليكن البادي دوت صاحبنا مينا عنده 4 سنين راح مع ماما في النادي، وعمالة مينا كل شوية يتزحلق على الزحليقة وينزل لتحت، يتزحلق على الزحليقة وينزل لتحت. ماما اتأخرت خالص وعايزة تروح، راحت بعتت كريم أخو مينا عشان يقول لمينا يلا ماما عايزة تروح. مينا مش سائل في كريم، مينا عمالة يتزحلق كل ما يطلع الزحليقة يروح نازل لتحت. كريم عمالة يتخانق مع مينا، مينا مش عايز يسمع الكلام. كريم ابتدى يتنرفز فراح مسك مينا أخوه وابتدى يشده في اتجاه الانكلايند بلين upward. يبقى أول فكرة عندنا لو الفورس ديت بتأثر في اتجاه الانكلايند بلين اب ايه؟ ابورد. لما كريم مسك مينا هوب فول ستوب، مينا ما بقاش عارف ايه يتزحلق، مينا وقف. طيب في الحاله ديت في الكيس ديت في انجلز اقدر اجيبها؟ اه طبعا. بص معايا، طبعا اللي فوق دي ب 90 وديت ب 90، لو سيتا دي برقم فاقدر اجيب الانجل اللي جنبها، لو فضلت بسيتا يبقى الانجل ديت 90 ماينس سيتا. حلو، الاثنين دول مع بعض ب 180، في حته منها ب 90 ماينس سيتا يبقى الثانيه على طول ب 90 بلس سيتا. هتقولي جت منين 90 بلس سيتا؟ هعملها لك اول مره لكن بعد كده تحفظها. احنا معانا الاثنين ب 180 ومعانا واحده ب 90 ماينس سيتا وعايز اجيب الثانيه، فهبتدي ادخل الماينس على البراكت فتبقى 180 ماينس 90 ماينس ماينس بقت بلس سيت، فبقت 90 بلس سيت ديت الانجل اللي هناك. بص كده بقى معايا فروم لامي رول كنا بنقولها ازاي. اي فورس اوفر ساين الانجل ما بين الاذر تو فورسز، بالعربي القوه اللي موجوده على ساين الانجل اللي بين القوتين التانيين. يعني لو انت بتتكلم على الاف فيبقى عايز ساين الانجل ما بين الار والويت اللي هي 90 و90 ماينس سيتا. طب 90 و90 180، يبقى 180 ماينس سيتا، يبقى ساين 180 ماينس سيتا. حلو، نمسك اي فورس ثانيه وليكن مثلا الرياكشن. طيب الرياكشن اوفر ساين الانجل ما بين الاذر تو فورسز، القوتين التانيين اللي هما مين؟ الاف والويت، يعني تبقى الانجل 90
plus سيت، فاروح كاتب ساين 90 plus سيت. فاضل انهي فورس؟ فاضل الفورس بتاعه الويت، وتبقى اوفر ساين الانجل ما بين الاذر تو فورسز اللي هم الرياكشن والفورس. يعني الانجل تبقى 90 يبقى ساين 90. ركز معايا، من اولى ثانوي ساين 180 ماينس سيتا ده السكند كوادرنت بيت الساين اصلا، فاقدر اقول ان ده ايكويفالنت لساين سيتا ايكوالز. ادي رياكشن 90 بلس سيتا ده باد رولز في السكند كوادرنت. هو بيت الساين، لكن بجيب الكو انجلز او الكو فانكشنز. مين الكو بتاعه الساين؟ برافو يا باشمهندسين، كو ساين سيتا ايكوالز الويت ساين 90 بكام؟ ب1. يبقى اول ما يقول ان الفورس بتاكت او بتاثر in the direction of the greatest slope upward، هيبقى على طول هنستخدم الرول ديت. نحفظها براحتك، بس انا شايف ان انت ما تحفظهاش، احفظ القصة واستنتجها كل مرة، هتلاقي الموضوع بقى سهل خالص. f over sine 180 minus theta او f over sine theta equals a reaction over sine 90 plus theta او cosine theta equals the weight over sine 90 او الويت اوفر 1. اكيد هيبقى معاك فورس من التلاته اللي فوق ومعاك الانجل، او على الاقل هيبقى معاك قوتين ومطلوب قوه وانجل. على طول يا باشمهندس ما عندناش طريقه غير ان احنا نعمل كروس مالتيبليكيشن. خلي بالك ده كريم كان بيحاول يعمل ايه؟ كان بيحاول يجيب مينا الماما، لكن يا ترى كريم قدر؟ لا، مينا كان شقي وطنش كريم وفضل يتزحلق على الزحليقة. عشان كده تعال نشوف الكيس التاني. في الكيس التانية ادي الهوريزونتال بلين وادي الزحليقة بتاعتنا الانكلايند بلين، ولسه مينا الشقي عمالة يتزحلق فوق الزحليقة. ايه الفورسز اللي معانا دلوقتي؟ الويت بتاع مينا ودوت بيربنديكولر على الجراوند، والرياكشن بتاع الزحليقة وده perpendicular على البلين. كريم راح قال لماما على فكرة ابنك ده ما بيسمعش الكلام، انا كل ما اجي امسكه يروح مزفلت نفسه مني ويروح متزحلق. ماما اتنرفزت، الوقت بيتأخر، فماما راحت بنفسها تجيب مينا. يلا يا مينا اتأخرنا، مينا ما بيسمعش الكلام، مينا بيعمل ايه؟ زحلق وينزل، يقعد تاني يطلع يتزحلق، يطلع فوق على السلم وينزل على الزحليقة، يطلع فوق على السلم وينزل على الزحليقة، مش عايز يقف، مش عايز يثبت. ماما اتنرفزت فراحت مسكت مينا من هدومه وشدته هوريزونتالي. ماما وقفت على الارض يا جماعه، ها، وشدت مينا هوريزونتالي. الكيس الثانيه لما تكون القوه بتاثر هوريزونتالي، يعني برر لمين؟ برر للارض. اوعى تنسى ان هنا الانجل سيت، واوعى تنسى ان البارل بيعمل لك حرف اف كورسبوندنج، يبقى على طول الانجل دي بكام يا باشمهندس؟ بسيت. طيب هنا دي 90 وهنا دي 90 وهنا دي 90، ليه؟ عشان الاف هوريزونتال والويت فيرتيكال، والانجل اللي جوه الترينجل عباره عن ايه؟ 90 ماينس سيت. ماما مثبته ايديها كده وهي واقفه على الارض، ومينا مش عارف يتحرك ولا يتحتح. الوضع ده اسمه ايه؟ اسمه وضع ايكوليبريم. طيب تعالى في الكيس ديت نشوف ايه اللي هيحصل. معانا 3 فورسز. اول فورس معانا اللي هي الويت اوفر ساين الانجل ما بين القوتين التانيين. مين القوتين التانيين؟ الار والاف. يبقى ساين 90 بلس سيت، نكتب 90 بلس سيت ايكوالز. مين القوه التانيه؟ ممكن نقول الهوريزونتال فورس بتاعت ماما. ماما بتشد مينا علشان يبطل زحلقه. طب فين الانجل ما بين الار وما بين الويت اللي هي 90 و 90 ماينس سيت؟ يعني ساين 180 ماينس سيت ايكوالز. فاضل انهي فورس؟ فاضل الرياكشن. طيب مين الانجل ما بين الفورس والويت اللي هي 90؟ فنقدر نقول ان هي ساين 90. يبقى هنا الويت
90 بلس ثيتا دي باد رولز او كو فانكشنز، يعني اجيب الكو بتاعه الساين هتبقى كو ساين ثيتا. وهنا ال اف ال 180 غلبانه ما بتغيرش حاجه غير الاشارات، لكن 180 ماينس ثيتا ده السكند كوادرنت اللي هو اصلا مكان وبيت الساين، فتفضل ساين ثيتا ايكوالز ار اوفر ساين 90 بكام؟ ساين 90 ب1. يبقى في الكيس الثانية لما ماما كانت واقفة على الأرض وبتحاول تمسك مينا وتمنعه أنه هو يتزحلق، ففي الحالة ديت القانون هيبقى بالشكل ده. نحفظه؟ لا مش هنحفظ، طول ما نقدر نستنتج خلينا دايما بنحكي القصة لنفسنا ها، وبعدين نستنتجها. هنلاقي ده أكتر متعة بكتير. أنت مش بتستمتع بكده؟ القانون قصادك واستعمله، بس خلي بالك ده ممكن يلخبطك لان الحاجات هتبقى شبه بعضها قوي. طيب هل ماما قدرت تمنع مينا من الزحلقه؟ لا، برضو مينا كان شقي برضو ولسه راح زفلت نفسه من ماما، فضل يتزحلق ويجري من وراها ويطلع السلم ويطلع الزحليقه ويتزحلق. ماما اتخنقت منه جدا. المشكله الاكبر ان بابا ابتدى يتصل بماما يقول لها يلا انتوا اتاخرتوا والنادي هيبتدي ايه يقفل كمان. الموضوع صعب، ماما اتنرفزت وبابا متنرفز ولسه مينا الشقي بيعمل ايه؟ بيتزحلق ونطنشهم خالص. ده هيخلينا نخش في الكيس الثالثه، ماما متنرفزه والزحليقه لسه مايله على الارض بانجل سيت، ماشي اهي ادي الانجل سيت، ومينا الشقي قاعد على الزحليقه بيتزحلق. في قوتين ثابتين، قوه الويت ودي بيربنديكولار على الجراوند، وقوه الرياكشن ودي بيربنديكولار على الايه الانكلايند بلين. كريم ما قدرش يمنع مينا لان كريم كان صغير زي مينا، وماما وهي واقفه على الارض ما كانتش عارفه تمنع مينا بالهوريزونتال فورس، وبابا متنرفز وماما متنرفزه. فاضل ايه؟ النادي هيقفل. ماما ما قدامهاش حل غير ان هي تطلع فوق الزحليقه وتسحب مينا من قفاه. يبقى القوة التالتة او الكيس التالتة ان قوة ماما على قفا استاذ مينا هتميل بانجل على الانكلايند بلين هنسميها الفا. طيب هنشوفها في المسألة ازاي؟ هيقولك ان الفورس بتأثر على البادي ها with an angle كذا، او ساعات يقولك سيتا او ساعات يقولك الفا، انكلايند تو ذا انكلايند بلين بتميل على المستوى المايل بانجل كذا. طيب في وضع الايكوليبريم لما مينا اتثبت كده من قفاه فوق الزحليقه، فين الانجلز اللي موجوده؟ هنا في انجل 90. طب والانجل اللي جنبها بقت 90 ماينس الفا. طب والانجل اللي تحت جوه الترانجل دي سيتا، يبقى اللي جنبها 90 ماينس سيتا، واحنا قلنا طالما دي 90 ماينس سيتا يبقى ديت 90 بلس ايه؟ 90 بلس سيتا. عندنا 3 فورسز، خد كل فورس over sin الانجل ما بين الاذر تو فورسز. يعني لو انا خدت الاف هروح ماسك الانجل ما بين الار والويت اللي هو 90 و 90 ماينس سيتا، يعني sin 180 ماينس سيتا. طيب لو احنا خدنا الويت فيبقى الانجل هتكون ما بين الاف والرياكشن اللي هي هتبقى sin 90 بس المرة دي ماينس الفا. طيب اخر فورس خدنا الاف وخدنا الويت، طبعا براحتك خد اي قوة مفيش حفظ مفيش ترتيب معين. فاضل مين؟ فاضل الرياكشن. يبقى الانجل ما بين الاف والويت اللي هي 90 وسيتا والفا، فاقدر اقول له ساين 90 بلس سيتا بلس الفا. تعال نعمل سمبليفاي عن كده شوية. ادي الاف 180 ماينس ده بيت الساين فتبقى ساين ثيتا، هنا الويت ديت كو انجلز في السكند كوادرانت فالساين بتتحول لكوساين الفا، وهنا الرياكشن ومره كمان ساين 90 بلس برضه تتحول لايه؟ لكوساين بس المره دي ثيتا والفا. ويبقى ده الشكل اللي هنعوض فيه. برضه بقول لك ما تحفظش حاجه، سمع القصه. يا ترى ده كريم بيحاول يشد مينا في اتجاه الانكلايند بلين
ولا دي ماما واقفة على الأرض وبتحاول تسحب مينا من هدومه هوريزونتالي، ولا ماما اتنرفزت وطلعت فوق الزحلية وابتدت تسحب مينا من قفاه لفوق؟ أنهي كيس من التلاتة؟ بص كده هعمل لك زوم أوت علشان تشوف الثري كيسز أهم معاك التلاتة. دول التلات أفكار اللي في الدرس، لو حابب تاخدهم سكرين شوت براحتك. أول كيس هيقول لك the force in the direction of the inclined plane upward. تاني كيس ماما هي واقفة على الأرض هيقول لك إن الفورس horizontally. تالت كيس هيقول لك إن الفورس inclined to the inclined plane with an angle of measure ألف. طيب تيجي نشوف المسائل؟ تعال يلا بينا. المسألة اللي قدامنا بتقول a body of weight 5 kilogram is placed on a smooth plane inclined to the horizontal at an angle of measure 30. قبل أي حاجة على طول دي مسألة smooth inclined plane، يبقى بنرسم ال horizontal plane ونروح عاملين ال inclined plane وبنحط ال body أهو، مين أهو. ال angle المرة دي الراجل قالها ما خبهاش علينا وقال لك إن ال angle ب 30 degrees. ايه القوتين اللي كده كده موجودين في كل المسائل؟ قوة الويت وزن البادي اللي هو المرة دي قال لك عليها 5 كيلو جرام ويت، وكمان في الرياكشن، والرياكشن ده بيكون perpendicular على الانكلايند بلين. تعال نشوف دي انهي حكاية من التلاتة، كريم بيشد اخوه ولا ماما واقفة على الارض بتجيب مينا، ولا ماما طلعت فوق الزحليقة وبتسحب مينا من قفاه. بص كده بيقول لي كده it's pulled up the plane under the action of a force of magnitude F. انا عايز الدايركشن، which its line of action ده بيقول لك على اتجاهها coincident يعني يتطابق على the line of the greatest slope up يعني الفوق. يعني دي قصة كريم لما كان بيسحب اخوه في اتجاه البلين up لفوق. طيب احنا معانا ارقام، الانجل دي ب 90 والانجل دي ب 60 والانجل اللي جنبها 120 والانجلز اللي فوق 90 و90، فمش محتاج اسمع قوانين، خلاص الموضوع سهل. احنا معانا الاف اوفر ساين الانجل ما بين القوتين التانيين اللي هو 90 و60 اللي هو 150. بعد كده معانا الرياكشن اوفر ساين الانجل ما بين الاف والويت اللي هما 120. بعد كده معانا الفايف اوفر ساين الانجل ما بين الرياكشن والاف اللي هي ساين كام؟ اللي هي ساين 90. حضرتك عايز ايه؟ قال لك فايند اف اند ذا رياكشن. حاضر، تعال نجيب الاف دي عباره عن 5 ساين 150 اوفر ساين 90، هتطلع معانا ب 5 اوفر 2 او ب 2.5 كيلو جرام ويت. عايز سيبها 5 اوفر 2 براحتك خالص. تعالى نشوف الرياكشن، الرياكشن ايكوالز 5 تايمز ساين 120 اوفر ساين 90. برضك دي لو حطيتها على الكالكليتر هتطلع 5 روت 3 اوفر 2 كيلو جرام ويت. عايز تحولها لديسمال برضو انت حر حسب المالتيبل تشويسز اللي عندك، لو سؤال اسي او مقالي انت حر عايز تطلعها فراكشن اتس اوكي، عايز تطلعها ديسمال مفيش مشكله. تعال نشوف اكزامبل كمان. في الاكزامبل اللي بعده بيقول لي a body of weight 18 kilogram weight is placed on smooth plane inclined to the horizontal at an angle of measure 30 degrees. يبقى معنى كده اهوت انا معايا horizontal plane وبعد كده معايا inclined plane. الانكلايند بلين دوت بيميل بانجل كام؟ 30. في بادي يبقى البادي على طول محطوط، في قوتين اوتوماتيك بيتحطوا، قوه الويت وهو قال لك ان هي 18 وقوه الرياكشن وهو ما قالكش عنها حاجه. طيب عايزين نعرف اتجاه القوة الثالثه، يا ترى كريم هيشد مينا في اتجاه الجريتست سلوب، ولا ماما هتشد مينا هوريزونتالي، ولا ماما هتطلع تشد مينا من قفاه لفوق؟ بيقول لك كده it's pulled up under the action of a force inclines with the line of the greatest slope by an angle of measure 30.
علشان احافظ ده على الجسم دوت ايكوليبيوم، انا هشده ها بقوه بتميل. فين بتميل دي؟ انكلاينز، على الخط المايل. فين الخط المايل ده؟ ذا لاين اوف ذا جريتست سلوب. بانجل بكام؟ 30. دي ماما لما طلعت على الزحليقه وجابت مينا من قفاه، يبقى هنا الاف وهنا الانجل كام؟ 30. الموضوع ارقام فنقدر نكملها بسهوله. طبعا هنا 90، هنا ده 30 60 ترانجل، جنب 60 120. دي 30 يبقى اللي جنبها 60، والاخيره دي كام؟ 90. بمنتهى البساطه يا شباب، عايزين نجيب الاف، نشوف اوفر ساين الانجل ما بين القوتين التانيين، ما بين الار والايتين اللي هي ساين 150. بعد كده نحط الرياكشن اوفر ساين الانجل ما بين الاف والايتين اللي هي ساين 150، وفي الاخر الويت اللي هو 18 اوفر ساين الانجل ما بين الاف والار ساين كام؟ ساين 60. طبعا الناس اللي عندها عينين بتشوف لقوا ان تحت ساين 150 وساين 150، ففهموا اوتوماتيك طالما التو انجلز متساويين يبقى الفورس هتبقى قد الرياكشن، هتبقى ايكوالز 18 ساين 150 اوفر ساين 60. تعال نجيب الكالكليتر، ادوس 18 ساين 150 اوفر ساين 60، واقفل البراكت عشان ما تطلعش ماس ايرور، فتطلع بكام؟ ب 6 روت 3 واليونت كيلو جرام ويت. موضوع سهل لاني كل مره بحاول اشوف هي دي انهي كيس من الثلاثه، هي دي انهي حدوته من حواديت مينا. تيجي نشوف المساله اللي بعد كده كمان. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي ا بادي اوف ويت 20 كيلو جرام ويت از بليسد اون سموث بلين انكلاين تو ذا هوريزونتال ات ان انجل اوف ميجر الفا. المره دي ما ادانيش الرقم بس برضو ده انكلايند بلين، فبرسم الهوريزونتال الاول وبعد كده بعمل ايه؟ الانكلايند بلين، وبحط هنا ايه؟ الفا. بلاش تعمل شيفت كوساين علشان نهرب من قصه الابروكسيميشن اللي بيبوظ المساله. امال لما يبقى مستر معايا ساين او كوساين او تان جوه مساله بجيب الباقيين ازاي؟ برسم الترينجل بتاعي اهو، ادي الالفا والكوساين ده ادجيسنت اوفر هايبوتنس، يبقى من بايثاغوراس السايد الناقص ب 3. عايز الساين تبقى 3 اوفر 5، عايز الكوساين تبقى 4 اوفر 5، قصد التان تبقى اوبوزيت اوفر ادجيسنت او 3 اوفر 4. طيب البادي دوت لما اتحط على الانكلايند بلين في تو فورسز انا عارف مكانهم، اللي هو الويت اللي هو 20 والرياكشن اللي هو بيربنديكولار على الانكلايند بلين. يا ترى الفورس الثالثه فين؟ بيقول لك كده ذا بادي از كيبت ان ايكوليبريم باي ا هوريزونتال فورس، يبقى ده القوه الهوريزونتال اللي ماما واقفه على الارض وبتشد مينا من هدومه اهي. find if and the reaction. طيب بص كده معايا، في انجلز دي بس انجل 90 ودي 90 ودي 90، طب والباقي؟ دي هتبقى الفا من الكورسبوندنج، واللي جوه الترينجل طالما دي 90 يبقى دي هتبقى 90 ماينس الفا. تعالى نسمع لامي بيقول ايه. عم لامي بيقول ان اي فورس يعني اف اوفر ساين الانجل ما بين الاذر تو فورسز يعني ما بين الار وال20 هتبقى 90 و90 ماينس الفا، 90 و90 يعني 180 ماينس الفا. طيب بعد كده الرياكشن اوفر ساين الانجل ما بين الاف وال20 اللي هي ساين 90، اخر حاجه اللي هي الويت نفسه ال20 اوفر ساين 90 والفا يبقى 90 بلس الفا. تعالى نعمل سمبليفاي، يبقى اف 180 ماينس الفا ده السكند كوادرنت بيت الساين اصلا فتبقى ساين الفا. هنا رياكشن ساين 90 ب1، عايز تسيبها ساين 90 وتحطها على الكالكليتر انت حر. هنا 20 ساين 90 بلس ده السكند كوادرنت بس باد ده كو انجلز، فالساين تحول لكو فالساين تحول لكو ساين
الفا. طيب يا ترى انا معايا ساين الفا وكوساين الفا؟ ايوه انا معايا ساين الفا وكوساين الفا من الترينجل. يبقى اف ساين الفا اوبوزيت اوفر هايبوتنس يبقى 3 اوفر 5، الرياكشن اوفر ال1 ايكوالز ال20، والكوساين ادجيسنت اوفر هايبوتنس او هي جيفن اصلا تبقى 4 اوفر 5. يبقى الهوريزونتال فورس ايكوالز 20 ملتبلاي 3 اوفر 5 اوفر 4 اوفر 5 هتبقى عباره عن 15. 15 ايه؟ تعال نطلع نشوف اليونت، كيلو جرام ويت. يبقى 15 كيلو جرام ويت. طب تعال نجيب الرياكشن، دي هتبقى سيزرز، يعني 20 ملتبلاي 1 اوفر 4 اوفر 5 فهتطلع 25 كيلو جرام ويت. عايزك توقف الفيديو وتحاول تحل الثري اكزامبلز تاني، لو قدرت تحلهم يبقى برافو عليك فهمت الحكايه، لو ما عرفتش تحلهم ارجع تاني واسمع مين الشقي كانت قصته ايه.